قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح للاميه حمدين نصبح عليها كده ونشوف ايه الحاجه اللي هي محتاجه او نفسها تشوفها في ابنها لما يكبر. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك منا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. عايزه يويو يبقى ايه يا لميا؟ مش صفه واحده، انا عايزه حاجات كتيره قوي، بس اكتر حاجه نفسي اشوفها في يوسف انه يبقى راضي عني قوي. بتمنى ان هو يفضل طول العمر كده راضي عني، لكن انا كمان نفسي اشوفه طول الوقت حد مسؤول متحمل المسؤوليه راضي عن نفسه، ونفسي تفضل الحنيه اللي فيه دي مكمله معاه لاخر العمر ان شاء الله. هي دي الحاجات اللي انا بتمناها في ابني. بصبح عليكم مشاهدينا مره تانية، وتعالوا نستعرض مع بعض دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة، وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة مش بتأثر على معدل الحركة المرورية هناك، ومكملة معانا لحد منطقة رمسيس، وبعدين بيكون في كمان سيولة لحد نزلة غمرة، وبتكمل معانا برضو السيولة المرورية لحد نهاية كوبري أكتوبر. كمان شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع، وبتكمل معانا السيولة لحد طريق النصر. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية سببها بعض التحويلات وبعض أعمال التوسعة على الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان في سيولة مرورية. الكورنيش من المظلات لوسط البلد في كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من عند نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وبالتحديد من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتبتدي تزيد معانا مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. وفي كثافات للمتجه من المتجه لكوبري الجيزة المعدني، وكمان في شارع فيصل في كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة، ولحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. في محافظة إسكندرية في كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السداد لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر هناك اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، في كمان بعض الكثافات المرورية. دي كانت جولتنا المرورية النهاردة. خلي بالنا في شبورة متفاوتة الشدة من على الطرق المختلفة سواء زراعية أو صحراوية أو الطرق السريعة. الأمطار هتكون النهاردة خفيفة شوية، فناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية، ونرجع مرة تانية نكمل مع شاذلي ومنا باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا رامي.